بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابنا في كل مكان مشاهدي قناة الندى الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقائنا الأسبوعي مع برنامج نوافذ يتجدد بكل الحب في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسعد دايما بلقائي مع حضراتكم في هذه أو عبر هذه الشاشة المباركة. أسأل الله أن يديمها على بيوت المسلمين في كل مكان بالخير والبركة والعلم النافع في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. زي ما تعودنا مع حضراتكم بنختار موضوعات هي من واقع الحياة. باختصار شديد حتى لا أطيل في التقديم، علاقة الإسلام بقضية الفقر. كلنا بنسمع حديث النبي: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر مثلا، وأدعية كتير. لكن هل يا ترى ده يتعارض مثلا مع أن نسمع حديث أن الفقراء يدخلوا الجنة قبل الأغنياء ب500 عام؟ أحيانا يحصل إشكالية في الفهم حول هذه النصوص. كيف عالج الإسلام الفقر وما هي الإجراءات العملية على مستوى الإيمان وعلى مستوى الحياة التي نعيشها لمقاومة هذا الشبح المخيف المذموم وهو الفقر، أعاذنا الله وإياكم من حول هذا الموضوع المهم والخطير. يسعدني أن ألتقي بالداعية الحبيب إلى قلبي فضيلة الشيخ أبي سفيان وجيه الطوخي. مرحبا شيخ وجيه، السلام عليكم. وسهلا، الله يبارك فيك، منورنا دائما. أحبك الله عز وجل الذي أحببتنا له، وأسأل الله يجمعنا بهذا الحب يعني تحت ظل عرشه يوم القيامة إن شاء الله يا رب العالمين. الله يبارك فيك. باختصار كده شيخ وجيه، يعني هل هناك إجراءات واضحة مش مستنبطة كده من شغلكم أنتم كعلماء وكدعاء بلا لي للنصوص؟ هل في منهج نستطيع أن نديله المصطلح ده، منهج للإسلام في مقاومة شبح الفقر؟ نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، وهذا ثابت في نصوص كثيرة، كما عند البخاري من حديث عائشة كان يقول: أعوذ بك من فتنة الغنى وفتنة الفقر. وأيضا في حديث أبي بكر عند الترمذي كان يسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فكان تعوذ من هذا، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة. فالفقر بداية داء لابد أن يدفع. وإن كان الإمام البخاري لما ذكر حديث سعد الساعدي في ذكر الرجل الذي قال: ما تقولون في هذا، يعني ما تعدون هذا الرجل فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه أحد الصحابة، دي رواية البخاري. وفي رواية الإمام الترمذي أنه أبو ذر، أن اللي كان قاعد مع النبي سيدنا أبي سماه الترمذي رضي الله عنه. فمر الرجل: ما تقولون في هذا؟ قال: حري إذا أراد أن ينكح ينكح، يعني جوزوه، وأن يشفع يشفع، الناس تقبل شفاعته، وهكذا. ومر رجل آخر بس كان فقير بقى، ده يقول لك: ده إذا أراد أن ينكح ما حدش هيجوزه، وإذا يشفع لا يشفع، ما حدش هيسمع كلام، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فهذا الفقير ده أو الفقير بقى، هذا خير من ملء الأرض من هذا اللي هو الغني. ففي إشكال، حتى الإمام البخاري بوب باب فضل الفقر. ايوه، هو ده بقى اللي انا بقوله، يعني فضل الفقر، فضل الفقر، الفقر له الفقر له الفضل. اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من فتنه. نربط ازاي بقى؟ بالظبط. العلماء قالوا الاصل في ذلك الرضا، ان انت كنت من الاغنياء كنت من الفقراء تعمل ايه؟ ترضى. والفقير اللي هو مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ما مدحه لفقره ولا لقلته، إنما مدحه لطاعته لي وأعماله الصالحة. هدخل بسرعة كده وأقول لك: هل يتوافق موضوع الرضا بالفقر أو بالقلة مع
الاستعاذة بالله من الفقر. نعم، هو أنت إذا قدر الله عليك أن تكون فقيرا الأصل أن ترضى قضاء الله تبارك وتعالى، ولكن تعمل جاهدا على أن تدفع الفقر عن نفسك. بالضبط. بأمور شرعية. إذا الرضا ده مسألة قلبية. أصل. مش كده؟ نعم أصل. قلبية. يعني. مش معنى الرضا بالفقر اللي هو كسل عن العمل. لا. أو عدم مدافعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان بيتعوذ من الفقر. وكان يسأل الله ذلك الهدى والتقى والعفاف والغنى. مهم قوي ان احنا نبصر النصوص دي كلها مع بعض. دل ذلك على ان الفقر داء. والعلماء حتى بيقولوا الفقر ده ذل. وحتى قرين الكفر هو في الدعاء. بالضبط. هو ليه سيدنا عليه السلام كان بيتعوذ من الفقر؟ لان الفقر ده فيه فساد الدنيا. ومن عذاب القبر فيه فساد الاخرة. وكان بيتعوذ من ايه كمان؟ من الكفر. اللي هو فيه فساد الدين. يبقى ثلاث حاجات اهم، بتعوذ من الكفر، فقر، عذاب الايه؟ القبر. الكفر عشان مضاد الكفر دينك يفسد خلاص كده. والفقر لان قد يكون هلاكك فين؟ في فقرك. مثلا عايز تعمل عمليه مبلغ ما وانت ما معكش المال ده قد تهلك فيها. وعذاب في ناس القبر. في ناس قيل عنهم يبيعوا دينه بعرض من الدنيا. ايوه ليه بقى؟ يتعرض لفقره. يتعرض للفتن بسبب الفقر. قد يبيع الدين فعلا. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريره، حديث في الصحيحين. نعم. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتن قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وفي نهايه الحديث قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. عرض يعني شيء قليل. يبيع دينه ب 100 200 جنيه ولا حاجه. ها يعني يعني حتى ليه؟ الفلوس قد تغري العبد، قد تغري العبد. وانا والله اذكر لك اذكر انت طرفه كده في هذا الباب. يعني كان ذكر كده ان في عمده كبير ورجل اقطاعي في بلد ما، فكان الاقطاعي عنده كلب. دي طرفه يعني من باب المزاح يعني. فكان عنده كلب، الفلاحين لما كانوا بيهيجوا يسلط الكلب عليهم، اي الفلاحين اتلموا وقتلوا الكلب. قام والله لا أغيظن الفلاحين، أنا هغيظكم. فعمل صوان وجاب مقرئ في للكلب. فراحوا للعمدة، إزاي الكلام ده يتعمل في بلدك يا عمدة وبتاع، وإحنا مش لاقيين ناكل، ويعمل عزل الكلب. قام العمدة تشملل وخد العباية والغفر وراح للراجل. يا راجل يا مفتري تعمل عزل كلب. قال له بص يا حضرة العمدة، هو الكلب كان سايب تركة 1000 جنيه. قال لي اعمل الصوان ب 500 ودي حطرد العمده 500. قال له المرحوم كان بيقول لك ايه؟ غير اقواله في نعم المال فتنه. فتنه الغنى شواهده كثيره في الحياه، نسال الله الثبات والعمل. حتى الاحد العباس بن الاحنف تقريبا كان بيقول يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه ابوابها وتراه مبغوضا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابه. صحيح. إذا قل مالي فلا خل يصاحبني. وفي الزيادة كل الناس خلاني. طبعا اللي كنا أحسنت. بنسمع. وحتى كان أحدهم يقول كان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحبا. مات مرحبا. خلاص ما بقاش مرحبا ولا أهلا وسهلا. مش أي كلام ده. نعم. فالفقر ده يدفع. يدفع بأمور شرعية ذكرها الله لنا في كتابه. وذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، من أهمها إقامة الشرع بين العالمين. إقامة الشرع يعني إقرار العدل. نعم. هو إقامة الشرع معناه إقرار العدل. أحسن. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال الله في القرآن يا مولانا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجله. عايز تاكل من فوق من تحت تعمل ايه؟ أقم الشرع بين العالمين. وقال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غضبا. ففي إقامة الشريعة عدل ورحمة بين الناس. هقول لك حاجة شيخ وجيه ودفع للفقر عنه. نعم لا شك فيها. نعم. لكن ما تقول في بلاد تجد المساجد مكدسة بالناس في صلاة الفجر ولحى طويلة وكثة وهي من أفقر البلاد، أفغانستان وباكستان يعني مثلا على تمام. سبيل المثال دي معضلة ممكن حد يرد علينا. أنتوا بتقولوا إيه؟ طب ما هو ده ناس هم ما شاء الله إحنا ما نجيش فيهم حاجة في لا لا هي المسألة ما تقولون في ذلك. المسألة ليست بهذا الأمر. أنا أقول لك يعني ما قاله
عمران بن حصين حديث البخاري رضي الله عنه، نعم. إن قال يعني لما هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من قضى نحبه ومنا من قطف ثمرة هجرته وجهاده، وكان له ثمر يهدبه أو كانت له ثمرة يهدبها يقطفها يعني. من الذين قضوا نحبهم مصعب بن عمير، وكان يعيش في الجاهلية في الرفاهية طبعا، ولما مات في غزوة أحد أهو يعني ما وجدوا شيئا يكفنه، كانوا إذا وضعوا الشملة على وجه بدت قدماه زينة الشباب، وإذا وضعوا على قدميه بدا وجهه، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا على قدميه الإذخر نبات غطوا به. شوف بقى مصعب على عظم ما قام به في سبيل الله، قدم كل ماله ونفسه في سبيل الله، وقد كان شابا في رعاية الشباب. ومن الصحابة من هاجر وقاتل وغنم مع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى بساتين وأصبح من الأثرياء الأغنياء، ده موجود وده موجود. وكلهم رضي الله تعالى، وكلهم رضي الله عنهم. وهي القضية بقى الجمع بين الرضا والغنى والفقر في مسألة الايه؟ الرضا. يبقى قد يكون غنيا لكن شاكر يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، نعم، وكون أقرب إلى الله من هذا الفقير الصخت. يبقى هو عمل إيه؟ يبقى العبرة تقديم الناس بأعمالهم الصالحة لا بفقرهم ولا بغناهم. وأنا سمعت منك أيضا من أقوال العلماء التي سقتها في حلقة سابقة في تعريف الزهد، كلام أقرب من هذا. الزهد ليس هو شظف العيش، لا قد يكون غنيا وزاهدا. الزهد عمل قلبي، نعم، مش كده؟ يعني هو دخل احد الصالحين على يعني دخل رجل احد الصالحين بهدوم مرقعة، قال له ما هذا؟ قال يعني زاهد في الدنيا. قال والله انا ازهد منك، على انت راجل قاعد على سجادة ولابس بدلة وبتاع، ازهد مني ازاي؟ ده انت يعني عمدة زي بقول. قال لا انا ملابسي هذا ما بتخلي الناس تراني، ما يقول ده راجل ما بندروش حاجة، انما انت كده بتطلب من الناس بملابسك هذه، مش القضية كده. ده معيار عظيم. اذا وهو نعم المال الصالح للرجل الصالح، للرجل. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. وكان عبد الله يعني يجلس على حصيرة تغوص فيها الاقدام والسجادة يعني. اغنياء الصحابة انتفع بهم الاسلام، نعم، ودعوة الاسلام. سيدنا عثمان اشترى بئره وجهز ما ضر ما فعل، مش كده؟ بعد ما عمل عمله ده خلاص اعمل يا عثمان اللي انت عايزه. إذن رضي الله عنه، خلاصة هذه الأدلة السريعة اللي حضرتك سقتها أن الإسلام لا يدعو أتباعه للفقر، لا، أنت تعمل على دفعه أصلا بأمور شرعية، وأنت عندك في الشرع كثير. يعني أنا ذكرت لك مثلا إقامة الشرع وإقامة الصلاة. إقامة واحد عايز يبقى غني، صلي، اعبد ربك، حقق الغاية التي من أجلها خلقك الله عز وجل. فهمني الحكاية دي. ربنا في القرآن بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزق نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. العلماء قالوا العبد المطيع لربه يغدق الله تبارك وتعالى عليه الرزق، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. قال ابن عباس الحياة الطيبة الرزق الطيب الحلال، ما شاء الله. اهو بالعمل الايه شيخ وجيه؟ بالعمل الصالح. ده مهم جدا برضو، انا بتتبعك عشان نزيل اي شبهة ممكن ترد في ذهن اي حد بيسمعنا او تمام، او بيحاول يشغب على الفكرة الاسلامية بمجملها بشكل عام. تمام. طيب واحد يعني عايز اقول فكرة الرزق، احيانا الرزق عندنا او في الغالب الفلوس، الرزق هذا بيتبادر للذهن، بيتبادر ان هو في الفلوس، نعم. لكن هل تعتبر ان دفع البلاء ان في اللحظة اللي الانسان فيها في عافية، نعم، ما فيش مثلا قادر يمشي على رجله، في ناس نايمة على السرير في المستشفيات معلقين لها، طيب، اليس هذه العافية رزق؟ سأذكر لك مثلا يعني عشان بس نوسع مفهوم الرزق جملة كده يعني اقولها دائما. بقول فقير من لا يملك المال، أفقر منه من لا يملك إلا المال. وضح لنا بقى.
فقير من لا يملك المال, المال. أفقر منه من لا يملك إلا المال بس, كل اللي يملكه المال بس, لكن لا دين ولا فقير مع مال. ها؟ فقير, الفقير معروف اللي هو لا يملك المال إنما عنده صحة وبيمشي وبيقوم يروح للعمل وبيغسلش كيله وما فيش محاليل متعلقه له للنهار, ما بيمشيش على كرسي بعجل, ما بيمشيش عكاز, ما بيعرفش يتنقل. التاني ها فأفقر منه بقى معاه فلوس, واحد لسه يملك المال لسه بس مش قادر ياكل, الصبح بيقف على عربيه الفول بياكل بجنيه ولا 2 جنيه ومعدته لسه بتقدر تهضم. لا, والثاني بياكل, الثاني عنده امكانيه يجيب يستورد اكل لكن ممنوع. فانا دايما اقول ليست هذه من ابواب الرزق. حل الاشكال في كده, الرزق ليس في المال فقط, ده ولدك رزق وصحتك وعافيتك, فهمك لدينك, عبادتك, ها, محافظتك على الشرع, حسن الخلق, كل دي هذه أرزاق قسمها الله تبارك وتعالى من عباده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني حسن الخلق بقى, إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. يا سلام. فما زي ما عندنا واحد فقير كده في بالمال وغني بالمال, عندنا برضو فقير في الأخلاق وغني بالأخلاق. هل لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, ويصحح مفهوم الإفلاس في حديث أتدرون من المفلس؟ نعم, النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة صحيح مسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا دار ولا متاع له, ما عندوش لا دار ولا فلوس ولا كلام. وده التعريف العام اللي احنا ممكن نجاوب عليه كده. قالوا لا, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا, بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج, ودي أعمال بر, ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فتؤخذ من حسناته أو فيؤخذ من حسناته, فإذا فنيت فباش عنده حسنات طرحت عليه من سيئات القوم يعني حتى يطرح في الجنة. الأعمال الطيبة دي معناها أنها قبلت. نعم, مش كده كمان؟ قبلت. يعني صلاة وصوم قبلت, بس اتخذت وأصبح عنده رصيد. لكن يفنى هذا الرصيد على القنطرة بسبب سوء الخلق. هات بقى, أنت شتمتني في اليوم الفلاني, أكلت مالي, أصل الميزان هناك بالحسنات. هات حسنات خد سيئات. بس كده. مما يدفع الفقر أيضا الفضل, أفضل ما يدفع الفقر أيضا من الشرع الاستغفار. الاستغفار, إنك تستغفر الله. سهل جدا, أنت طالع من عملك أو تطلع من البيت والأذكار الصباح واستغفر ربك حتى تصل إلى عملك. صعب الموضوع ده؟ أنا سمعتك مرة تقريبا على اليوتيوب أو حاجة زي كده, يعني بتقول لابد أن يتزين, فيما أذكر يعني أن يزين الاستغفار بالاستحضار أو الاستشعار, يعني أنت طبعا تستشعر الاستغفار, أنت بتستغفر ربنا عشان يفتح لك, مش بس تمتمة بالاستغفار. لا لا لا, مش تمتمة حال طبعا يعني. طبعا ده حال. وهو الله عز وجل قال في القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه قالها سيدنا نوح لعباد الأصنام, مش كده؟ نعم. فالمسلمون أكرم على الله من هؤلاء. نعم, وحتى الاستغفار ده يعني يفتح أبواب السماء. يعني سيدنا عمر مرة قالوا له استسقي لنا يا عمر, اجدبت يعني قحطت السماء والأرض والكلام ده وحمرت الشجر في هلاك بقى, عايزين مية. فقالوا استسقي لنا يا عمر, فخرج عمر فقال يا رفع يديه وقال اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا, فمضوا فأمطرت السماء. فقالوا يا عمر ما نراك استسقيت, وفين الدعاء؟ قال والله إني طلبت الماء بمجاديح السماء. بمجاديح السماء, ده هو ده اللي بيفتح أبواب السماء. استغفار وتلا عليهم إيه, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. هذا من فقه عمر. والحسن رضي الله عنه ابن علي جاءه رجل شكى الجدوبة فيش مية في الأرض, قال استغفر الله. وجاء آخر يريد الولد عايز يخلف والكلام ده, قال له استغفر الله. وآخر يريد مالا, قال له استغفر الله. فقيل له أو كلما أتاك أحد قلت له استغفر الله؟ قال والله ما عندي, ما قلت له من عندي, إنما قال الله فقلت استغفروا ربكم إيه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات
ويجعل لكم أنهارا. هب أن أحدا استغفر كثيرا ولم يرزق بمال ولا ولد أو كلام زي كده، بما تفسر ذلك؟ رزق، لم يرزق بالمال ولم يرزق بالولد، رزق بزوجة صالحة، رزق بجار جيد، رزق بعمل سديد، او دفع عنه من البلاء، أو دفع عنه من البلاء والدعاء. ده الرزق الخفي. بتقول انت دايما الرزق الخفي ما بناخدش بالنا منه، ان انت دلوقتي في عافيه، في بلوى جايه ربنا شالها عنك. نعم احسنت. هذا يبقى الدعاء. الدعاء والبلاء يعتلجان، ايهما كان اقوى اخذ الاخر. ما هو في واحد بيدعو، تستوضح الحديث ده شويه. في واحد بيدعو الله عز وجل بشيء معين وما بيجلوش، ويموت وما يجلوش. طب هو كده لم يقبل الله دعاءه؟ لا، قبل الله دعاءه. والعلماء قالوا اما ان يعطيك الله ما دعوت به او يؤخره، يبقى قدام شويه، او يصرف عنك به بلاء. في بلاء كان نازل والدعاء ده ايه؟ رفع عنه. لكن عجلة الإنسان تجعله عايز دلوقتي يتحقق ما طلب. بالظبط هو بيتحقق كدا. بس في حاجات تانية ربما تكون أفضل من مسائل. دفعت عنك. وأنا يعني في مسألة هموم الناس والفقر برضو هم. طبعا. أفضل شيء بقى من الأشياء التي يعني أنا يعني أقول يعني أنا أفعلها دائما. لما أكون في هم أو في ضيق أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعني من دوافع الفقر والهم أنك تصلي على النبي. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عند الإمام الترمذي، حديث أبي بن كعب، وصححه الإمام الألباني. أبي بيقول سيدنا النبي: يا رسول الله إني أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك قد يعني بعد مثلا ساعة كده أذكر صلاتي هنا يعني الدعاء. ذكري دعائي يعني. الدعاء والصلاة للنبي عليه السلام، ما هي صلاة المؤمن يعني دعاء. دعاء. فبيقعد ساعة يذكر، فبيقول للنبي في الساعة دي أصلي عليك قد إيه، ربع الوقت ولا نص كده يعني. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبي ما شئت ما شئت، اعمل أنت عايز. فقال: إذا أجعل لك ربع صلاتي. فقال النبي: ما شئت، وإن زدت فخير، براحتك بقى. فقال: إذن النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قال: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قال: يا رسول الله إذن أجعل لك صلاتي كلها. يا سلام. أجعل الصلاة كلها عليك يا رسول الله. سيدنا النبي قال له كلمتين، قال له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الله، شوف النتيجة العظيمة. النتيجة إيه؟ كفاية الهم ومغفرة الذنب. طيب الإمام الشوكاني بس عشان التعليق مهم، لما علق في تحفة الذاكرين على الحديث قال إيه بقى؟ قال: وفي كفاية الهم ومغفرة الذنب خير الدنيا والآخرة. ده الرزق الوفير، خير الدنيا والآخرة، الرزق الأوفى في الاثنين دول. واحد مكفي الهم يبقى كل هموم الدنيا ما تفرقش معاه. الله قد كفى إياها رزق بقى ومال وعيال وكل حاجة. وغفر له الذنب، ده في الآخرة واحد راح ذهب إلى الله بدون ذنوب. الله، إذن في الجنة ببركة كثرة الصلاة. وهل يكب الناس في النار إلا الذنوب؟ وهكذا. يبقى كفاية الهم ومغفرة الذنب فيهما خيري الدنيا والآخرة. راوي هذا الحديث من الصحابة أليس هو الذي قيل له قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة؟ نعم. قال: وقد سماني لك عشان بس اللوحة تكتمل. هو سيدنا أبي بن كعب بالمناسبة يعني. يعني هو قد سماني وقال له: يا رسول الله يعني أقرأ عليك وعليك أنزل؟ ابن مسعود برضو بيقول له كده. المعاني دي أنا لا يعني كل ما أذكر أستشعر كيف كان حال أبي. ربنا بيسميه كده بالاسم. هو نفسه وقد سماني لك وظل يبكي، يا شيء يعني فوق الخيال يعني. بالضبط كده. وانت عايز تصل إلى هذه المزية، تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وبالنوافل. وما زال عبدي يتقرب إلي إيه؟ بالنوافل. حتى ايه بقى؟ الله، حتى احبه. طيب خلي بالك بقى، حديث جبريل، حديث الاخر: ان الله اذا احب عبدا نادى من جبريل، وقال له ايه؟ وقال له: يا جبريل اني احب عبدي فلان. شفت بقى؟ عشان تجمع بين الاحاديث، ها، عايزه يحبك ويذكر اسمك، يعمل ايه؟
تقرب إليه بالإيه؟ بالنوافل. الله أكبر، ربنا يبارك فيه إن شاء الله. نعم، من الإجراءات التي تدفع، أنت قلت لي الاستغفار، والاستغفار ده مهم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كفاية الهم اللي هي نتيجة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ده رزق يتمناه أغنى الأغنياء. ممكن يبقى عنده مليونير لكن مهموم، لا تدفع عنه الفلوس ولا الأموال، هذا الهم. بالضبط، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في أمر آخر مهم جدا وسهل وميسور، وفيه أيضا من 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 ترابط المسلمين مع بعضهم، اللي هو صلة الرحم. يعني أنا مصل أقربي وروح لخالتي وعمي وأخويا وأسأل على أقاربي وكذا، هل في ذلك زيادة في الرزق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، قال كما في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك قال قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصل لنا بقى مولا، عايز رزقك يزيد، الرزق يزيد بصلة الرحم. خلاص، هنا لفظ البسط من سره أن يبسط له، يبسط ولفظ الحديث من ذا الذي لا يسره أن يبسط رزقه، لكن لفظ جميل كأنه بيدي لك الاختيار. أنت عايز تحر صل بقى الأرحام، ما شاء الله يبسط الله تبارك وتعالى لك الرزق ويطيبه لك، الله أكبر، تبقى في رغد من هذا الأمر، ما شاء الله. والأمر الثاني أن إيه؟ أن ينسأ له في أثره. العلماء قالوا ينسأ له في أثره، قالوا يبارك الله في عمره، البركة دي مش بعدد السنين. وقالوا وقال بعضهم بل يبارك الله في أوقاته فيصرفها في طاعته. يبقى كل وقت كله عندك مصروف فين؟ في طاعة الله، في طاعة الله تبارك وتعالى. في بعض الناس يا مولانا الإنجاز، يعني فكرة البركة، بركة الله هي كده في 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 في, في التاريخ اللي هو الوقت، في شغلك اللي تعمله في أسبوع تعمله في يومين، مش كده؟ نعم. يعني احنا شفنا وحضرتك تفيد في هذا الكلام في سيرة العلماء والسلف الصالح، الإمام النووي مات عنده كم سنة؟ نعم، مثلا يعني شاب 40 أو شيء من ذلك، حجر ومع ذلك عاشوا القرون الطوال وظلوا إلى يوم القيامة. الأعمال بقى اللي عملوها يا سلام ظلت باقية لصدقه. يعني لو تأملت أنت في كتب الشرع هتلاقي في كتب معينة كده أراد الله لها القبول، زي رياض الصالحين مثلا، رياض الصالحين مثلا، أربعون النووي، كتب الإمام ابن القيم مثلا، البخاري، مسلم، الكتب، كتب السنة. اشمعنى الكتب دي اللي اشتهرت بين العالمين في النحو مثلا، تلاقي الأجرمية دي أصل في مثلا، يعني من كتبها كان صادقا مع الله تبارك وتعالى. في مسألة، في مسألة ينسأ له في أثره، الإمام النووي وحتى ابن حجر برضو الكلام ده في الفتح، إن الأمر على حقيقته، ان يعني ربنا يطول في عمره حقيقة. طب والقدر قدر في اللوح المحفوظ؟ أيوة. قدره 10 سنين مثلا او 50 سنة، فان وصل رحمه زيد الى 60، فان لم يصل كاد ال 50. يمحو الله ما يشاء ويثبت. طبعا تدخل فيها الآية بالضبط كده. يبقى عمره معلق بالايه؟ بصلة إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا. وده أنا أختار هذا القول لأنه أقرب لدلالة الحديث، يعني ظاهر الأمر ومريح للناس، الأمر يعني على حقيقته، أقرب لحب النفوس. وبعدين صلة الرحم تزيد فعلا الرزق. وأنت أنا مش عايز أقول الرزق الرب، أنت أعمل بيقين، يعني اشتغل وأنت عندك يقين أن الله يزيد رزقك. بعض الإخوة الأطباء النفسيين يعني عملوا دراسة على الأعمال الصالحة دي يا سيدنا، بالمناسبة يعني تأكيدا لكلام حضرتك، إن قالوا في حاجة اسمها الاستشفاء، يعني طلب الشفاء النفسي والخروج من الهموم، الاستشفاء بصلة الأرحام. يعني عملوا دراسات مع لما بيروح يصل الحديث معهم، بيحصل له حالة انفراجة وبيتعرفوا على أحواله وكده، فيدفعوا عنه الفقر أو إذا كان عليه دين. يعني هذا التواصل فيه بركة. هو بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة المريض، وأخبرنا إن هو بيعود الإنسان الزائر ده في خرفة الجنة، الله يراجع كده في الجنة زي ما بيقولوا، ويستغفر له 70,000 ملك. 70,000 ملك بيستغفروا لي حتى يرجع. يعني انزاروا بالنهار بيستغفروا لما يمسي، وانزاره ليلا، وهكذا. والله عز وجل قال في الحديث: عبدي مرضت فلم تعودني. كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال له: مرض عبدي فلان فلو ذهبت لوجدتني
عنده وجدت رحمة الله تبارك وتعالى عند هذا. وبعدين اللي هم زي ما قلت حضرتك الأطباء بيقولوا بعد ما الزوار يمشوا المريض بيتعب بقى، يعيش مع مرضه بقى طوال الليل، انما لما يكون في حد بيسليه ويكلمه ويهون عليه ويذكره بالله وكذا بيقوم ايه. عشان كده حق المسلم على المسلم ان يعوده اذا مرض، اصبح حق. هذا حق طبعا، حق مش مجامله. لا 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 لا، ده هذا ست من الحقوق، يعني في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كثيره من هذه الحقوق، يعني في صحيح مسلم ذكر قال حق المسلم على المسلم ست، اللي هو بقى تشميته اذا عطس وعيادته اذا مرض واتباع جنازته ونصحه اذا استنصح وهكذا. كل يعني كان الاسلام بيضع سماها حق المسلم على المسلم، يعني كانها بيحطها في قوانين ملزمه حتى تتحسن حياه المسلم. بالظبط كده. وبعدين اللي عايز برضه يزيده من رزقه يترك المعاصي، ما يبقاش مثلا بيشتغل كذا وبيشرب لي سجاير ودخان وشيشه، ينفق وكذا هذا الرزق فيما حرم الله. انا اذكر كلمه دائما، يعني دائما في اذني كده، لما بشوف واحد مدخن بقول له يا سارق، يقول لي يا شيخ انا ما بسرقش والله، يقول له انت تسرق من قوت عيالك، الفلوس بتاعت السجاير دي ما هي قوت عيالك ومن رصيد صحتي نعمه من انا بس عايز اديله اوديه لحته بعيده. انت بدل ما ابنك ما عايز كذا وما بتجيبلوش، طب ما تسيب السجاير وهات له. وهكذا انت بتضيع نفسك وتدمر حتى بيبقى الرزق الذي زعلان على الحكايه دي. المدخن ما بيبقاش مبسوط بتدخين، بس ما بياخدش في الغالب اجراءات للاقلاع. المدخنين بنصيحه، اتفضل ايها المدخن، اذا اردت ان تترك التدخين فافعل ما اقوله لك. اذا شربت سيجاره او حجر معسل بقى او شيشه او كذا، اتبع ذلك بركعتين لله عز وجل. انت بتقول انا عايز ابطل السجاير وانت صادق، طب خد بقى سبيل، خد سبيل عشان تبطل. السبيل انا بقول لك اهو، اول ما تشرب سيجاره اتوضى وصلي ركعتين، ده قول الله تبارك وتعالى، استعينوا بالصبر ايه يا الذين امنوا، استعينوا بالصبر والصلاه، وحديث واتبع السيئه الحسنه. اول ما تلاقي دي سيئه الدخان يبقى دي حسنه ايه، ركعتين. اسبوع واحد ان شاء الله بطل السجاير لو خد الموضوع جد. خد الموضوع جد. طيب من دوافع الفقر ايضا، احيانا احنا بنبقى بنجلب الفقر بالسلوك السيء. نعم. لانفسنا تجلب الفقر بالسلوك السيء، ده يوضحه لك حديث عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخذوا خماصه وتروحوا ايه بطن، تطلع فجاه وتيجي محمله. طيب الاشكال ايه؟ انهم يتوكلون. طب ايه التوكل ده؟ الاخذ بالاسباب. يبقى لابد ان تاخذ بالاسباب الشرعيه حتى تصل الى رزقك. ده ظاهر التوكل ولا في اشياء باطنه ايضا؟ هذا ده اصل التوكل. اصل التوكل ان تاخذ بالسبب. ما خدتش بالسبب تقول انا متوكل على الله، ما ازاي يعني الاخذ بالاسباب بأي أسباب بقى شرعية؟ أي أسباب الرزق الشرعية هي امتثال لأمر الله. نعم. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. لو ما خدتش بالسبب لن يرزقك الله عز وجل، ده قانون الدنيا طبعا، بسنة كونية. أضرب لك مثال، أحد الشباب جلس في المجلس مثلا أو في المسجد بيعبد الله، ورجل مصلي وبيقرأ قرآن وعمال ليل نهار بيقول يا رب ارزقني ولدا صالحا، يا رب ارزقني ولدا صالحا، هو مش متجوز، لم يتزوج قط. فبنقول له بقى هيرزقك الولد الصالح ازاي؟ يقول لك يا اخي ربنا على كل شيء قدير. هبيض يعني مثلا؟ ها؟ لا، الموضوع مش كده. يبقى خدتش بالاسباب، يبقى لن ترزق الولد الصالح او اللي انت عايزه الا بالايه؟ الا بسبب الزواج، غير كده مش هيجي لك ازاي؟ يبقى انت ما تقولش بقى ربنا على كل، نعم الله على كل شيء قدير، واذا تزوج وما جالوش، اذا تزوج ولم يرزق، موضوع تاني. طبعا ده موضوع تاني. ده قصه تانية بقى، ويجعل من يشاء عقيمه. انما خد بالسبب ولا ما خدش؟ اخد بالسبب. يبقى لابد ان ياخذ بالسبب. برضه مساله الرزق، واحد قاعد في البيت يقول لك انا رزقي هيجي لي. يا سيدي ماشي، ما هو رزقك هيجي لك ازاي؟ يبقى لابد ان تسعى. زي ما نضرب مثال، هو قاعد في البيت والاكل في التلاجة وعمال يقول انا جعان انا جعان انا جعان، ماشي احنا مصدقين، طب ما تقوم تاكل. مش هيشبع الا اذا فتح التلاجة وطلع دي كلها الاسباب اهي. طيب عشان ياكل. هل احنا
في القرن 21 محتاجين لتأكيد هذه الفطرة؟ يعني أنا مستغرب دائما نركز على قصة الأخذ بالأسباب. نعم. ده احنا في زمن للأسف بقينا نقول العمل عبادة وبقينا نقدم العمل على ان الصلاة كأن ده البديل. لا انا اقول لحضرتك ففي لخبطة في المسألة. لا العمل عبادة الناس محتاجة ان تذكر بالمذكور انت عايز بالمسلمات يعني. المسلمات يعني. طيب انا وصلنا لكده يعني احللك الاشكال ده ان هم كثير من الشباب او من المسلمين لا يفقهون حقيقة الدين او حقائق الدين. وحقيقة الدين أنه ينبني على ثلاثة أطراف أو ثلاثة معالم، أخليها كده معالم الطريق إلى الله. إزاي؟ هي عبادة الله، عمارة الأرض اللي فيها العمل، وتزكية النفس. ثلاث حاجات كده. يبقى الأصل أن تكون عبدا لله اللي هي الأوامر الشرعية، صلاة وزكاة وصوم، الأوامر التي أمرك الله تبارك وتعالى بها، دي أصل أن تفعلها. الأصل الثاني أن تعمر الأرض التي تعيش فيها، ده أصل سنة مش فرع يعني. لا 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 ده أصل، لأن في ناس بتعتبر أن والأصل الثالث الدنيا هتتغير لما نصلي ونصوم فقط. لا أبدا ونؤمن دنيا. لا 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 في مفاهيم خاطئة أو منكمشة يعني. أضرب لك يعني الله جمع الثلاثة دي في آية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. دي العبادة بقى. طب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى لازم تنتشر في الأرض، لازم تعمر الأرض. ولذلك قال الله ده بيقول واستعمركم فيها، اشتغلوا ولا تنسوا ذكر الله طبعا. يعني فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. بقى دي التزكية، ان انت تعمل ايه؟ تكون عابد لله، معمر للأرض التي تعيش عليها، تزكي نفسك. يبقى ثلاثة ماشيين مع بعضها. لو إن جانب طغى ضل العبد. يعني لو جانب العبادة طغى وترك العمارة وترك التزكية خلاص بقى فكرة التنطع بقى والرهبانية اللي هي لا ده الرهبانية دي جاية في حتة تانية. دي فكرة التنطع إن هو يرى نفسه أفضل من الناس وكذا دي بيقع فيها بعض فيها كثير من الناس للأسف الشديد. طب واحد قال والله أنا مش هعبد ومش هزكي، انا هشتغل وعمر الارض. نشأت الفكره العلمانيه فصل الدين عن الحياه. لا ده هو العماره برضو معها الدين. ها وفي روايه مشهوره تصححها لي اذا كانت متنا وشرحا يعني اخوك ابقى اعبد منك، اللي ده ما كانش اخوه ما بيصليش وبيصرف على اللي بيصلي فقيل له. هذه القصه انا لا القصة اعرف القصه دي مشهوره على سنه العوام عشان كده انا تعمدت ان اقول لا سندا يعني يعني لا أعلم لها سندا إلا يعني في مشابهة لذلك. وإن رجل كان من العباد وآخر من العصاة، أخوه من العصاة، فوجده قد صنع كبيرة يوما. العابد شاف أخوه فنهره. فجاء العاصي فوطئ قدم العابد وهو يصلي، رأس العابد داس على دماغه بيصلي. فقام العابد ده قال له والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عنك. يعني مسؤول موضوع المغفرة مش في إيدك بالضبط كده. ده الذي أذكره يعني في مثل ده أهم فيما تبقى من دقائق بسيطة جدا يعني للأسف الشديد الوقت بمر لأن الكلام الحلو كده يعني أسأل الله أن يبارك لنا في علمك يا رب العالمين. خلينا نحط نلخص كل ده إن استطعت وأنت تستطيع بفضل الله عليك ندي وصفة يعني مكثفة في دفع الفقر. يعني أول شيء يا مولانا التعوذ من الفقر. ثانيا كثرة الاستغفار. ثالثا كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رابعا التوكل وهو الأخذ بالأسباب لاستجلاب الرزق. خلاص. خامسا الدعاء. سادسا تحقيق التقوى لله عز وجل. وسابعا إقامة الشرع بين العالمين. وثامنا ودي ما فصلناش فيها اللي هي ترك الذنوب. ترك الذنوب. ولذلك قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فعملت ايه؟ فكفرت بأنعم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبقى هذه القضية.
وربنا قال ايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. من خوف. انا عارف ان موضوع كيف ندفع الفقر مش ممكن حلقه واحده يعني، طبعا يعني دي خطوط. وبعدين في ناس بتخاف على مستقبل الاولاد اخيرا. بقى ربنا قال لهم ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله ويعملوا ايه؟ وليقولوا قولا سديدا، ينصحوهم ويربوهم على الايمان. بس كده، هو ده الرصيد الباقي مش كده؟ في نص دقيقة؟ طيب، في تقوى الله بس يعني في دقيقة، يعني نص دقيقة ان شاء الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حانته الوفاة جمع الابناء والوزراء، انا عندي مال. قالوا والله عندك شوية كام الف كده. قالوا طب ادعوا الفقراء. طب مفيش. قالوا ادعوا المحتاجين، اللي عايز يجدد العربية، يتجوز زوجة تانية ولا حاجة ولا الكلام ده. ماشي يا سيدي. قام وزع الفقراء على ليه؟ يعني وزع المال على المحتاجين. فقام واحد الوزراء بيقول له يا أمير المؤمنين، هل تركت شيئا لأولادك؟ قال لهم ايه بقى؟ قال لهم أما أبنائي فأحد رجلين صالح وهذا يتولاه الله، وآخر عاصي يعني، ها؟ وهذا لا أعينه بمالي على معصية الله. طب فإن ادخرت الله لأبنائي وادخرت مالي لنفسي. الله، أنا خدت مالي. طيب هذا في مناقب عمر بن عبد العزيز، وينتفع طبعا بهذا الكلام. الإمام الذهبي حتى لما علق قال والله رأينا أبناء عمر يجهزون الجيوش في سبيل الله بأموالهم، ورأينا أبناء الملوك من قبله يتكففون الناس على أبواب المسألة. التقوى نافعة. بس كده، يبقى هو والولد من تسبيع التقوى والقول السديد. التقوى ده اللي هو خايف على اولاده بقى وهكذا. لكن لانتظر ابنائك اغنياء خير من ان تتركهم على. لا بأس. ما احنا قلنا في الاول احنا نجمع بين هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله نعم المال الصالح لليه؟ للعبد الصالح. كن غنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا ووجدك عائلا فاغنى. طيب مسألة ما نقصت صدقة من ما مال، ما نقص مال عبد من صدقة. ده حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أقسم يعني على ذلك. يعني الصدقة بتعود. بتعود. اللي يتصدق بجنيه بيجي له 100. ده برضو من دوافع الفقر. الانفاق انت وانت شحيح. وقهر الناس على إخراج زكاة الأموال. ما هي بتروح فين؟ للفقراء. يبقى لابد ان يعطوهم من مال الله الذي اتاكم او حقه. يبقى الولي الامر يقول للغني طلع زكاه مالك للفقراء. دي حق عنك حق كمان. معلوم. ما فيهاش للسائل كلام. للسائل والمحروم. دي برضو من دوافع الفقر. نعم. انك تدفع بها الفقر. وهل وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. ولا تعاونوا على الاثم. العلاقه بين الناس. نعم. واهل اجراءات عمليه. انا عارف ان الحلقه في جزء تاني منها في الاجراءات الاقتصاديه. لا مش مفقود ان شاء الله. يعني يكمل باذن الله عز وجل في حلقه اخرى، لان هنظلم الموضوع إذا اعتبرنا انتهى. لا، موضوع الفقر موضوع طبعا للوقت يحتاج كل مسلم كل مسلمة. نعم. كيف تكون المرأة في بيتها جالبة. نعم. للرزق ودافعة للفقر. انت عندك فيها كلام جميل. مش عايزين منهم نكد وهام. ما نصلى على النبي بس كتير. بس كده صلى سلم. هم مهمومين والله. وشايلين شيلة كبيرة. أسأل الله أن يبارك في نساء المسلمين والأزواج والزوجات. اللهم بما تدعو. بمناسبة النساء بقى، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قالوا اطلعت على أهل الجنة فوجدت أكثرها من الفقراء. أكثر أهل الجنة فقراء. واطلعت على أهل النار فوجدت أكثر أهلها من النساء. أنا كنت فاكر من الأغنياء. فأنا دايما بقول اللهم لا يعني اللهم أغننا بالفقر إليك يا سلام. ولا تفكرنا بالاستغناء عنك. الله أكبر. واللهم اهد نساء. آمين. اللهم آمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا الفقر الذي كله غنى. الفقر افتقار إلى الله عز وجل. الفقر صفة العبد. والغنى صفة الحق. الله أكبر. الله هو الغني الحميد. نعم. فضل الشيخ وجيه، عدنا ووعد السادة المشاهدين يكون في تكملة لهذه الحلقة. إن شاء الله. أنت قلت لي أنت في إجراءات مهمة جدا عملية اقتصادية بروح الإسلام وبشريعته الغراء. زي ما نحط الإنسان على الطريق اللي يشتغل. واحد بقول لك لا والله نشتغل في المكان الفلاني اللي مش عارف فيه. هنقول الكلام ده في حلقة أخرى لأن الحلقة انتهت. نعم. لكن دي إجراءات إيمانية
هي الأساس، هي الأصل، الأساس ده الأصل في علاقة العبد برب تنعكس على حياته. لكن طب أنا عايز وصفة أعمل إيه، عندي مشروع كذا أتحرك فيه إزاي، أعمله كده في أحطه فين، أنت عندك كلام مهم في المسألة دي عشان يبقى ده الجزء النظري وده الجزء التطبيقي إن شاء الله. حلقة قادمة بإذن الله مع أبي سفيان فضيلة الداعية والشيخ الكبير الشيخ وجيه الطوخي، جزاه الله خيرا وأحسن الله إليك يا مولانا. اللهم آمين وإياكم، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يسعدنا دائما بحضراتكم، ونلتقي في حلقة جديدة السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى 10:15 مساء من برنامجكم نوافذ على هذه الشاشة المباركة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.